استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني، حيث أكد سموه أن البحرين حباها الله بشعب شغوف للعطاء والعمل، وهي مقومات كفلت لها تحقيق الريادة في كافة المجالات. وقال سموه إن مجتمعنا البحريني غدا مثالا يقتدى به في التواصل والتعاضد، وهذه الخصال أصبحت نادرة في الكثير من المجتمعات، وعلينا توريثها لأبنائنا وأحفادنا كي نحافظ على النموذج البحريني الأصيل المترابط عبر تكريس روح المواطنة والولاء للوطن.